سكينة؟ انت ايه اللي جابك هنا يا سكينة؟ انا حار، نروح في اي حته تعجبني. انا قصدي يعني انت واقفه هنا ليه؟ جرى ايه يا محمد؟ انت هتحقق معايا؟ يلا يا حبيبي روح شوف حالك، وريني عرض قفاك. هو كان ايه اللي حصل لده كله بس يا سكينة؟ احين انت جاي تسالني دلوقتي ايه اللي حصل؟ يلا يا اخويا، انا مش فاضيالك. مش فاضيالي؟ انت مستنيه مين هنا؟ وانت مالك؟ مستنيه جوزي. خلاص استريحت، روح بقى شوف حالك، مش عايزاه يجي يشوفك واقف معايا ولا يذبحك. مضغور بقى. عبد العال سكينة اخرن عملتها يا ابن اللئيمه. سكينة عبد العال، ايه حكايتك يا راجل؟ تغيب عني يومين، هو في ايه؟ اصل الكروديا كاري عليا شويه بلطجيه منعوني من دخول الحاره. الكلام اللي بتقوله ده هو يستجري يعمل كده؟ اهو ده اللي حصل، كانوا عايزين يضربوني يا سكينة، فضلوا تلككولي عشان ادخل معاهم في عركه، انا قصرت الشر ومشيت. يعني ايه؟ مش هتيجي؟ اني بنقول يعني نتقابل بره اليومين دول لحد الكروديا ده ما يغور في 60 داهيه ويسافر. انت هتيجي معايا وبقى وريني مين استاجرى يتصدر لك وانا نحش لك رقبته. الطيب احسن يا سكينة. بنقول لك ايه، ما تيجي نمشي شويه كده ناكل لقمه في اي حته، انا نفسي نفسحك يا بنت، نفسي ناخدك كده نوكلك اكله سمك في ابو قير. ماشي، بس على حساب يعني اللي هندفع. ما تفرقش كتير، ما تفرقش، المهلبيه تدفع، الزبيب يدفع، ما فرقتش يا حسن. يلا بينا. استنى يا احمد. مرحبا يا حسب الله. على فين؟ طالع لمراتي. ما بلاش وجع القلب ده بقى يا احمد. يعني ايه ما بلاش يا حسب الله؟ دي مراتي بالشرع والقانون، وبعدين بقالي يومين واسافر، بلاش اشوفها؟ طيب ابقى خدها على الهادي كده واستحمل كلامها الرزل. ربنا سهل. تحب اجي معاك؟ انت شايف ايه؟ يعني بتهيألي هخلي ريا تتكلم معاها الأول. ولك عين تيجي هنا تاني يا جبان؟ بقى مش قادر علي أخويا جايب له رجالة يضربوه؟ طب أنا بقى اللي هنضربك. سكينة شايفة أم بديعة؟ شايفة أختك بتعمل فيها إيه؟ أنا بس عامل حساب لقعدتك. كفاية كده يا سكينة، مش أصول أمار يا بنت. ده مهما كان جوز الندامة تاني هنشرب من دمه. كده يا سكينة كده بتضربين عشان حتة واد ما يسويش طورة؟ عمل فيك ايه؟ لحس مخك ازاي؟ بنحبه يا ابن المؤذية، بنحبه. انا بحبك اكتر منه. ما تلم نفسك بقى يا بارد. اختشي اختشي وخلي عندك نخوة وعزة نفس. اخي اخي يا اخي على طاعتك، انا مش عارفة كنت معشرك ازاي. الصراحة عندها حق، دي واحدة وحشة ماشية مع راجل تاني، أنا لو منك نطلقها ونديها بالجزمة كده. طيب يا سكينة، إن ما كنت أخليكي تيجي تتحايل عليا وتبوسي رجلي ما بقاش أنا. أنت ليك لسه عين تتكلم يا علة الرجالة يا حلوف؟ وديني ماني سايباك إلا ماني مقطعاك وقطع النفس. بس يا سكينة أقول بك يا ريس. سيبيه يا بنت، يا بنت سيبيه يا بنت. بس يا سكينة سيبيه يا بنت. شاهد يا ريس غرباء. الله يخرب بيتك، الضرب كله خطوة على ظهر. معلش يا اختي غصب عني. لا عني كلشي بقى، خلصنا بقى في ليلتك دي. ما تضربوني يا ولاد الكلب. طيب يا ليلة الاصل وحياة امك، لا اعرف ازاي اعذبك. هتشوف يا سكينة، انا هعرف ازاي اخد حقي. انتوا اتخانقتوا تاني يا ابني؟ ما انا قلت لك دي مرة بايع، هسيبك منها. لازم يا حسب الله اخد حقي، لازم اخد حقي. دول ايه نكرة للجميل؟ الحق عليا انا اللي توبتها ولميتها من الشوارع وسطرتها، لكن يظهر ان مفيش فايده، اللي فيه طبع عمره ما بيعرف يبطله. وطي صوتك، بلاش فضايح. يا سلام، ولما انت خايف من الفضايح كده ازاي تسمح لراجل غريب يخش علاقته مراتك وجوزها جايب؟
بالذمه انت راجل؟ ما تبطل تلبيخ يا جدع انت، الله بتحترم شخصيتك. سيبني انا هعرف اتصرف معاها. يا سلام، هتلاقيني تاني يا حسب الله. لا انا مش هنام، انا هفضحكم وهصربها على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم. انا بقى عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده، عارف الشغل اللي بيحصل هنا يا حسب الله. بنقول لك ايه؟ من يوم ورايح مش عايزك تكون ليك اي صله بالناس اللي قدامنا دولي، ولا كانك تعرفيهم من اصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم طلعوا سكالانس. سكا ايه؟ يعني ايه يا اخوي؟ سكالانس يعني اي كلام، اي كلام. والراجل اللي قاعد معايا طول النهار على القهوه ده طلع ترتور، ونسوان بيته ماشيين مشي بطال. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ اني من ساعه ما سكنه ما شفتش منهم حاجه، لا كده ولا كده، وناس في حالهم. يقول لي هو انت دريانه بحاجه؟ انت دريانه بحاجه؟ مش معقول الرجاله اللي طالعين داخلين طول النهار دول زباين عند الدلاله ولا زباين عند الخياطه؟ ليه؟ كانت فاتحه مانيفاتوره ولا فاتحه مشغل؟ حرام عليك، ما تظلمش الناس، دول ناس كافين خيرهم شرهم وفي حالهم. اني سمعت بوداني لوليه اللي اسمها سكينه ديت ضربت جوزها عشان صاحبها. قال ايه والطرطور يقول على صاحبها انه جوزها، ويقول على جوزها انه اخوها. مش بقولك سكالانس. اسمعي يا ولية، من يوم ورايح اختك دي ما تدخلش البيت ده نهائي. مش كفاية انها بتشتغل علمة في الافراح واحنا ساكتين وقافلين حنكنا وعمالين نقول ايام سودة وهتعدي؟ عجبكم فضحتنا في الحارة؟ أودي وش فين من النام؟ ده حتى القهوجي طردني من القهوة وقال لي ما تجيش اقعد عندنا. ما تفلقنيش أنت كمان، أنا مش ناقصاك. مش كفاية الراجل اللي عايزين تضيعوه من إيديا؟ وآخرتها يا سكين، جوزك ومش راضي يطلقك، وعبد العال والناس عرفوا إنه مش جوزك، يعني يدخلوا هنا هيشبهنا. هيقه يا أختي؟ هيشبهنا. هو احنا لسه هنتشابه؟ لو انتوا فاكرين الناس عمي مش شايفين اللي داخل واللي خارج، ولا عارفين جوزك بيشتغل ايه؟ ما كفايه بقى يا وليه، ما هو كل المصايب بتيجي من تحت راسك. ليه يا اخويا؟ هو اني ماليش حق نحب ويبقى لي راجل زي بقيه النسوان؟ في الحلال يا سكين، في الحلال يا اختي. وهو اني عارفه ان طول الحلال؟ ما هو اني بنحبه ومش عارفه نتجوزه. خلاص، يبقى كل حي فينا يروح لحاله. ما هو لا مؤاخذة كمان، ما ينفعش نتأذى كل مرة بسببك. رايح نفسك يا حسب الله، أنا مش هنسيب البيت ونمشي. وزي النطع جوزي ما هو راكب نافوخه ومش عايز يطلقني، أنا كمان هنركب نافوخي ومش هنمشي ومش هنسيب مطرحي أبدا. وأنا بقى عندي زبايني اللي يضربوا زباينكم، وابقوا فرجوني هتعملوا إيه. سلامات يا يا اخي، رد السلام ده السلام لله. روح الله لا يسلمكم. اهلا اهلا بالجمال واللطافه يا ست الحسن والحلاوه. ازيك يا معلم حسب الله؟ انا اللي معلم، ده انت اللي معلمه وزي القمر. لا امال فين ريا؟ ريا زمانها جاي. الزبون هنا ومستني على نار، نفسه بقى تعمري له الجوزه وتهزي له وسك الحلو ده. هو حلو بعاد. اختش يا معلم حسب الله، ريا تزعل مني. ما تزعل ولا تشرب من المالح. هي مين دي اللي تشرب من المالح؟ مالح؟ حد جاب سيرة المالح؟
اخرتي ليه يا عديله؟ الزباين زهقت وكانوا عايزين يمشوا. بنتك لسه جايه لي من شويه. شوفي البيت اللي عايزه حش الابيت ده، احنا بعتين هيجي من ساعه. واقفه عندك بتعملي ايه يا عديله؟ تعالي هنا يا اختي تعالي. فين يا فين؟ أنا جاي نشوف إيه اللي بيحصل في البيت ده. بصفتك إيه؟ بصفتي جوز أخت الحرمة اللي دخلت دلوقتي. أنت فاهم إنها وكالة من غير بواب؟ أيوة وكالة من غير بواب. أوعى تعدل يا هلا. أوعى من وش بقول. حسب الله سعيد مرعي وريا علي همام وسكينة علي همام وعديلة جابر الكحكية بست شهور مع الشغل والنفاذ، كما حكمت على كل من أحمد إبراهيم أبو الشام ومصطفى علي حسنين وسيد عبد الأقرع وعلي فتوح أبو سنة وأم حسين سيد هاشم بثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. البت بديعة لحس وان خبر عنها من ساعة ما حطوها في الملجأ العباسي، والتاجر اخر حسب الله قال مشيعني يقول لي انه هيهج وروح يشتغل في السلطة. ما هو من يوم المخفي عربي مراح على السلطة وصاب على البرومبا مروح وبيوزع عبد العال. كلها اسبوع ونخرج، حق ده لو عمل كده انا مش عارفة نعيشه ازاي ولا ناكله منين. ده لو عبد العال عملها نطب ساكتة، هو أني لحقت نتهنى؟ شوف أني بنقول إيه وهي بتقول إيه. هو أنت خلاص يا بيت البطال بقى كيف عندك؟ طب زمان كنا بنقول بكرة تعب نخرب بيتك وبكرة بتاع كده ما بيجيش أبدا. يعني الراجل اللي بنحبه يطير من إيدي ورايا وعاوزاني نفرح، ده آخر صبري يا أختي. طب ما حسب الله آخر الصبر، ما بنعملش عليه كده ليه؟ أبي بصي لنفسك في شقفة مراية وانت تشوفي شكلك بيبقى عامل ازاي وانت واقفه قصاد سبع البرومبا. يعني هنتخن ده احسن. اترازي يا بنت هنا اقعدي. عشان تقعدي تسمي بدني بالكلام وتلقحي عليا. بتقول لك يا بنت اترازي هنا، عايزين نشوف هنفكروا نعملوا ايه في المصيبه دي. بالك يا حيلة، أني لو نقدر كنت ندخل السجن بدلها. إيش إيش تصدق بيا حيلة، أني لو كنت موجود كنت خدت الحبسة بدلها وفديتها برقبتي. ده مين الحرمة العافية دي اللي اتولت نافوخك دي لازم مرة حلوة قوي. حلوة هي حلوة بعقل، دي مهلبية وزبيبها زيادة. هي كلها كم يوم وتخرج. تصدق أحيلة، أنا بنعدهم بالليالي والساعات.
الشخصارة هذه مش هبقى موجود، عشان كده مصاريني متحاشة. يا راجل حد يشوف حرمة تاولى دماغه ويهج على السلطة. واني بنهج ليه حيلة؟ الحالة غصبت خلاص، نشفي بلاش لاقيين الوضع، الحال وقف والعواطليه بيزيد يوم ورا التاني، والناس يا ولدها اللي بيفطروا وبيلاقوش لقمة الغدا. بقالك حيلة الناس فاضل تعض في الأرض بالجوع، بيدوروا في الزبالة على لقمة، لقمة عشان ياكلوها. الرزق شح، الرزق شح، النسوان طفشت من بيوتها، الدكاكين فلست، أصحابها سكوها وقعدوا على أبوابها. محدش عارف حيلة، محدش عارف اللي جاي شكله ايه. الفكرة دي جت في نافوخي من ساعة ما كنت بنروح لحسب الله قبل ما يصفروه. فكرة المرة دي يا رايا، مش عايزين يا اختي نتحبسوا. يا بنت اللي هنتحبسوا ولا نيلة. فاكرة الكامب اللي اني كنت بنروح لحسب الله فيه؟ ايوه، ما انت حكيتيه. ايوه بس ما حكيتلكيش الاهم. الكامب اللي في الوسعية ده بيقعدوا فيه المتطوعين قبل ما يصفروهم السلطة. يا اختي ما يقعدوا زي ما يقعدوا، واحنا مالنا؟ يا بنت اصطبري على رزقك، احنا لو استلقطنا لنا بيت قصاد الوسعايه نضمن زباين من الرجاله اللي قاعدين دول، لا شغله ولا مشغله. يا اختي وهنعملوا بيهم ايه؟ ولا هننيلوا بيهم ايه ما دام عواطليه؟ دول بيعلفوهم وبياكلوهم وبيدوهم فلوس كمان، ده غير العساكر الانجليز فلوسهم حلوه قوي. قلتي ايه؟ خرب بيت نفوخك يا ريا، ده انت عليكي تمخيخ. خلاص انا ما عجبتك الفكره شاركيني. نشاركك يبقى ما قصتش الا البيت. اني لقيت لكم مطرحين في بيت قريب من الجهه اللي انتوا عايزينها. مطرحين بس يا اختي؟ الراجل اللي وصيته قال ان البيوت اللي هناك كلها ساكنه، اصلها بيوت من اياها، وكل اللي بيشتغلوا في البيوت دي ساكنين فيها. والمطرحين دول عاملين ازاي يا اختي؟ الراجل قال لي ان في مطرحين ساكنين ومطرحين فاضيين، واحد في الاولاني وواحد في الكات التاني، بس اصحابهم طول النهار في شغلهم ما بيرجعوش غير لما الليل يتمسك. نتفقوا ولا تشوري جوزك؟ هو فين جوزي ده اللي اشوره؟ انا جوزي ما خلاص راح السلطه واللي كان كان. هو ايه اللي حصل للرجاله يا اخواتي؟ جات لهم شوطه اسمها السلطه؟ اسكتي يا مريم ما تقلبيش عليا المواجع، داني من غير عبد العال حاسه ان الدنيا طعمها مر. يا ولية يا اختيشي، ده انت متجوزه وعلى ذمه راجل. راجل؟ الراجل قال شلها يا راجل، ده نقطع، ده عره الرجاله. انت مش كنتي اتخانقتي معاه؟ بس ساب الخرج بتاعه عندي وماشي، وفتشته لقيته جايب لي هدوم، ولقيت ورقه ب10 جنيه. والله انتي لو لفتي الدنيا بحالها ما هتلاقي زي احمد رجب ده. بقى يا وليه بعد ما تشتميه وتضربيه تاخدي فلوسه وتقولي لامك في العشه ولا طارت؟ القلب وما يريد. هو انا يعني كنت عارفه اني هنشوفه عبد العال وتندهني النداهه؟ احيي عليكي يا بت، انتي مش ناويه تنعدلي ابدا؟ ايوه، والنبي يا اختي نصحيها اللي احنا غلوبنا فيه. يعلم ربنا سكينة دي عندي ايه، داني عدها اختي. والله ربنا يديم المعروف. شاكرين افضلك يا ست، نقوموا احنا بقى عشان ما نعطلوكيش. انستو وشرفتو، ما تبقيش تعوقي علينا يا بنتي يا سكينة. انا توحشيني يا بنت. اني نقدر؟ هو اني ليا حد في الدنيا غيرك؟ ربنا ما يحرمكوش من بعض. ست رايا،
سرايا عبد الموجود تعالى سايبكم من صباحيه ربنا لا حاجه اتعملت ولا حاجه خلصت ايه حاسبي تعالى يا اخويا تعالى تعالى نطلع فوق فوق فين ايه اللي فوق فين تعالى ريح فوق اطلع اطلع مالك في ايه ما تطلع مالك عامل كده بالظبط صعبان عليا في الروحه والجايه وقفتك في ناحيه الشمس ده انت دماغك اتقورت يا راجل يا اهلا يا اهلا ما تهم كده امال فين عفيتك امال يا اهلا يا اهلا تعالى يا اخويا خش تعالى ما تخش يا اخوي خش خش ما تخافش خش انا عايزاك تدوق طبيخ اقعد كده وريح كل يا اهلا وسهلا والنبي ده انا صعبان عليا وقفتك كده طول النهار شقف شقف عجبك طبيخي؟ تسلم ايديك يا ست الكل كل يا اخويا كل واشبع واملى بطنك في تاني ربنا يخليكي يا كريمه يا اصيله بص يا عبد الموجود انا يا اخويا عايزاك تخلي بالك وتفتح عينيك لاي حاجه تحصل تخصنا في الكركون اصل احنا عدونا كتير والوغش اكتر اي حد يقدم بلاغ تقول ده كد كد ده ناس بترمي بلاها وجيتها عن النسوان الوحدانيه تاني هقول لهم دول اشرف ناس والستات اللي بتروح لهم في منتهى الادب لا لا انت مالكش دعوه بالنسوان اللي عندنا خالص اصل دول يعني حبايبنا بيقعدوا عندنا كده شويه وبيمشوا على طول بس حبايبك كتير قوي يا ست رايه كتر قوي حلوين يا عبد الموجود هم حلوين بعقل دول طيار النافوخ انت متجوز يا عبد الموجود ايه ومراتك فين نقصد يعني هي عايشه وياك هنا لا في البلد حلو يا عبد الموجود دي غوله تيجي ايه جنب النسوان اللي حبايبك اشتراي بلك انت لو شديت نفسك معانا كده واشتغلت معانا حلو اني هنمنجهك وهنجوزك واحده منهم طب هو مينفعش اتجوزك انت يا ست رايه الله يخرب بيتك ده انا متجوزه ضرف الباب لو عرف ياكلك طب هو فين انا ما شفتش حد لا معاكي ولا مع الست سكين نصيبنا جوازاتنا مسافرين يخرب بيوتهم بحد يسيب القشطه دي هنا ويسافر ويهج بره تاني لو مكانهم كنت البدلكم هنا انت ايه شبعت ولا ايه لا لسه هو اللي يقعد معاكوا يشبع ابدا طب كل 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 اخويا كل كل لو احتجت اي حاجه ما تنكسفش يا عبد الموجود ربنا يجعله عمل يا معلمي ويديم المحبه مع الف سلامه يا اخويا ما تنساش بقى اللي وصيتك عليه اطمني وحط في بطنك بطيخه صيف ما انحرمش مني تسلم لي يا عبد بيتك بقى الجعر ده هو اللي دخل مزاجك ما الرجاله قدامك يشرحوا القلب هو انت يا بنت مخك على طول شاطح كده امال كان عندك فوق بيعمل ايه انا يا اختي كنت بنزغطوه ونظرفوه باللي فيه القسمه وعلى ايه ده كله مش عسكري الحته يا بيت ولو فتح حنكه بكلمه الكراكون كله هيتقلب عندنا هنا واتفقتي معاه ايوه عليكي انت مش شايفاه خارج مدهول من كتر الاكل اتاريه المنيل على عينه خارج وكرشه قد كده اهو هو اني كنت عاوزاكي ليه ايوه افتكرت احنا يا اختي مش هنسحبوا الوليه نازله على هنا ده الزباين زهقوا من الوشوش اللي عندنا انا بس قلقي من مخفي عرابي ده لو رجع وشافها هيعمل لنا مصايب بسبب ما هو فين عرابي ده من ساعه ما سافر يا اختي لحس ولا خبر ولا التاني راخر حسب الله اللي بقاله شهر وجمعتين لا بعت مرسل ولا بعت حاجه تلاقي اختي عينه زاغت على واحده من خواجات اللي هناك خواجات ايه منقوصه ده حرب هي في نسوان بتروح الحرب ده هي مكفوفه دي ولا ايه خلاص يا اختي خلينا في الجد هتسحبي الوليه نازله هنسحبها واني هنسيبها انا بس مستنيه اما تجيلي برجليها
يفتحوا معها سيرة القصة دي والقصة التانية. مبروك. والله توحشنا يا إبراهيم أفندي. أنا زعلان قوي إنك سايبنا ومنقول. وأنا منقول فين يا فندم؟ ده أنا جنب جنابك وكركون اللبان مش بعيد. بكرة تقول حقي برقبتي. أنت منقول لمنطقة أعوذ بالله منها. قصدي جنابك يعني عشان بيوت السرية اللي فيها؟ هي بيوت سرية وبس. ده كلها واغش وقواضين وبلطجية، يعني شقة. يعني طول الوقت هتفضل مشغول بمشاكلها. ناهيك بقى عن العواطلية اللي ملهمش شغلانة غير الخناق كل دقيقة. الله يطمن جنابك يا فندم. احنا نصيبنا بقى. إبراهيم أنت هتفضل أخويا الصغير. لو احتجت لأي حاجة اطلبني فورا. مفهوم يا حضرة الوزباشي؟ تمام جنابك. ايه ده يا واد عبد الموجود؟ واقف تعفر دخان عيني عينك في الطريق العام وانت في الميري؟ لا مؤاخذه يا شويش، اعمل ايه بس من وجع القلب اللي احنا فيه؟ وجع قلب؟ مش باين عليك يعني، لا انت حتى ما شاء الله الدم يبج من وشك والقشه معدن. ما شاء الله يا شويش ما شاء الله. خلاص يا اخويا ما شاء الله، ما تعطيني مما اعطاك الله. اتفضل يا شويش عفر. ايه دي؟ علب السجاير زيه؟ اتفضل اتفضل يا شويش. يدوم. اصلا سمعت المعاون الجديد ابراهيم باش ناوي ينجلك، فانا قلت اجي اشوفك. مبسوط هني ولا ننفذ القرار؟ لا يا شويش، لو النبي انا مبسوط هنا قوي، وحياه الميتين لك لا تقول لهم يثبتوني. يا دي يا دي عبد الموجود، ده انت متشحتف قوي. مدام يا اخويا انت مبسوط هني، بسيتنا معاك احنا كمان واحنا نثبتوك. الا بسيتك دنيا بسيتك على الاخر. انا راح اقول للجماعه ويومين ثلاثه بس انت اصبر علي، وانا بسيتك على الاخر. اقعدي بالعافية يا معلمة. ايه يا خدورة، هو كان جرى ايه؟ ده احنا لسه في اول الليل والزبائن هيبتدوا يهل. معلش يا معلمة، سامحي النهاردة، اصل جوزي زمانه راجع من شغل. اللي هو ما يعرفش انك بتشتغل؟ اني مفهماه اننا بنشتغل في بيت جماعة خواجات، واني اتفقت معاهم ان احنا نرجعه قبل الليل ما يمسي، وكمان عشان الحق اجيب حاجة للعيال يتعشوا بيها. طب والزبائن اللي جايين دول مين هيعمل لهم العشاء؟ البركه فيكي يا معلمه سكينه انتي والمعلمه ريا، هم هيلاقوا احسن منكم فين. اتمسوا بالخير. يسعد مساكي يا خضر. دكتور مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك يا عبد الموجود. كنت عايز في كلمتين يا ست ريا. اتكلم يا اخويا، مفيش حد غريب، يمكن مكسوف مني. ده انت الخير والبركه يا ست سكينه، بس انا كنت عايز في كلمتين بشان الشويش عبد المغني. ده يطلع مين الشويش عبد المغني ده؟ روخه، ده الرئيس بتاعي في الشغل، وممكن يقلي في اي واحد، وكان ناوي النهارده على النقل. منصبتي؟ ينقلك ده ايه؟ لا لا يا عبد الموجود، ده انت الراجل بتاعنا، يعني ستر وغطى علينا. ايوه يا اخويا انت ستر وغطى علينا. امال واني لولا بس اني متجوزه كنت رحت خطبتك من امك. مش امك لسه عايشه؟ لا انا امي ماتت. عندك حد عايش؟ ايوه، جوز عمتي الكبيره نفيسه. عن امك يا اخويا يخليهولك يا اخوي. تعالى تعالى تعالى، اي مش عايزاك تحمل هم حاجه، هو احنا نقدر نستغنى عن ضلك؟ تعالى يا عبد الموجود تعالى تعالى، خش جوه. تعالى يا اخوي، خش 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 خش. انا عايزاك تعكمه دول وتقول له المعلمه ريا عزمك تدوق طبيخها. ده انا عمري ما اكلت ولا اكل زي طبيخك يا معلمه. ده الشويش مخه هيتلحس بالهنا والشفا يا اخويا، مطرح ما يسري يامر. لا هو انتوا طبخين ايه النهارده لا مؤاخذه كده؟ ايوه، هو انت ما اتغديتش عندنا النهارده؟ والله ما انا فاكر يا معلمه. يقطعني يا اخويا، اخش اجيب لك كمال. يا عيني معلش، ما هم البوليس كده غلابه ما بيشبعوش. كده من الإزازة على طول، ارحمي نفسك. وليد هو المنيل على عينه اللي جوه ده بيعمل ايه؟ بيطفح. هو على طول كده همه على الطفح؟
هو مش لسه طفح الدهرية؟ لا ده جاي بخصوصي عشان خاطر الريس بتاعه، خايفة اللي ينقل. تدينا بقى شغل القطعيه. هو احنا ايه يا اختي قاعدين على تل فلوس؟ بكرة يقول لك هاتي كمان للمأمور وابصر ايه؟ فكرتيني يا بنت، مش الضابط بتاع كراكون كرموز اتنقل هنا؟ احي ده ما بيهمتش، ده عليه كل كبسه وكبسه، نخرب بيته. ما انا عشان كده بنقول عبد الموجود يبقى تبعنا وريسه يبقى في عبنا، عشان محدش يهوى بنواحينا. انا بس عاوزاكي تلم ايدك شويه. متشكرين على النص. لا تقولي الكلام ده لنفسك بدل ما تضيع كل فلوسك على المدعو. يدوم يا معلمه. تعالى يا عبد الموجود تاخد لك كاس. استغفر الله العظيم، حد الله ما بيني وما بين الحرام. عشان خاطري يا جدع. عشان خاطرك؟ عشان خاطرك ده انا اشرب السم الهاري يا ست الكل. خد. خرب بيتك على مهلك شوي. اديني كمان واحد. يشموا ريحتك في الكراكون يا منيل. انت يا اختي هتذكرينا الحكومة، ما تتهجي بقى. هو ده العلوان. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بجرية وسكينة عايشين في العز ده، واحنا ما نحتكمش على الله. ما انا قلتلك ياما، قلتلك بلاش نعاود، بلاش نعاود. ركبت دماغك وضيعت مننا اليغمة دي. ايه ده؟ يلا نعاود ونقول يا فكيك. اجمد اجمد يا خايف، احنا ملناش دعوه، احنا مالنا؟ احنا حيالنا ضيوف. بقول ايه يا اخوي، هو انت ساكن هنا؟ لا انا بشتغل هنا. بيشتغل؟ هو ده مش بيت ريا وسكينه؟ ايوه. طب انت هتشتغل عندهم ايه؟ هم فاتحين مدوريه. مدوريه ايه يا اخي؟ انا بحرس لهم المكان. ايوه يعني هتشتغل عنديهم وده عايز انا باها. وانت تطلع مين انت عشان تفتح معايا السيره دي؟ لا ده انا المعلم ابو العلا صاحب المطرح ده. بس المعلمه قالت لي انك ضرب في الباب، لا مؤاخذه يعني، وانت ما حصلتش ضرب في الصندوق. يا مين فيهم يكلمتك عندي؟ المعلمه رايي. وقالت لك ايه؟ ابو العلا بطل شغل النصب ده ويلا بينا، يلا بينا نطلع لاخواتك. هو انت اخوات المعلمه؟ مالكش دعوة انت. بقول لك ايه، الشغلانة دي مش لوحدك، اني بالنص معاك. ماشي ماشي ماشي، اطلع وانا حصلت. ماشي اطلع. خلاص بطلع يا اما. انا المعلم ابو العلا، اخو المعلمة، ودي تبقى امها. أنعم وأكرم لا مؤاخذة، اللي ما يعرفك يجهلك. وأنت تبقى مين بقى؟ أنا عبد الموجود عسكر الناحية. عسكر الناحية؟ يا دي الهنا يا دي النور، ده احنا بيني وبينك هيبقى شغل زي العسل. اقعد، ده أنا هنغنغك. أنت لسه يا بنت بتشربي السم الهري ده؟ أما الشقة اللي مش على البال دي حلوة ولا وحشة يا بنت بطني؟ ازيك يا أما؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا معدولة. أمال فين أختك يا أختي؟ يا مرحب يا مرحب يا أما، عواتي كده ليه يا أختي؟ ريا ازيك؟ ازيك يا ريا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فيك الخير، بتسألي على أمك؟ مش زي البراوية اللي ما بتدورش غير على مصلحتها دي. يوه ليه بس كده ياما؟ لزوم ايه الكلام ده بقى؟ ما انت خلاص ما عادش يجي منك راجع بعد الخمره ما لحست نفوخك. كلامك زي عدمه، دمره عيانه بدماغها. سيبك منها، ابو العيلة ما جاش وياكي؟ ابو العيلة متلجح تحت مع واحد معرفه، جاب له وهو نازل من عندكم. على الله يقدر يعمل معاه شويه شغل. وبعدين؟ بس لقيته راح منطور وقال لي خلاص يا معلم ابو العلا، خليك انت ببيتك او حقك حيجي لك لغايه عندك،
والحكومة مسؤولة قدامك. وبعدين انت عملت ايه؟ ده جالي حجي ولا الحكومة سألت فيا؟ والله ده حرام، الظلم حرام. خد تعفر. لا ده واجب علينا، بس انا ماليش في الدخان. يعني يرضيك كده يا شويش عبد الموجود؟ ولا يرضي حد. يبقى انا لازم اخد حقي تالت ومتلت. مش كده يا شويش عبد الموجود؟ بس احنا نواحينا مفيش دكانة بالوصف بتاعك ده. يعني ايه مفيش دكانة؟ دكات على الناس يا جسد الحارة الواسعة. قصدك على، لا بس ده مش دكان، ده مغلق خشب. يبقى الدكانة اللي ريحة؟ اي الدكانة اللي ريحة، بس مفيش دكانة في ريحة. يبقى الراجل ساب كهو باباش؟ ما كانش في دكانة في الناحية دي من اصله. ابن الحرامية ساك دكانه وبنى مطرح وبيت؟ يا خرب بيتك يا ابو العيلة، يا فلوسك اللي راحت يا ابو العيلة. ما تعملش في نفسك كده يا معلم ابو العيلة، انا معاك لحد ما نشوف حل الحكاية دي. وبعدين ده انت منطرف المعلمة راي، يعني لازم اشيلك فوق راسني. خرب بيتك يا ابو العيلة. قلت ايه يا شويش؟ قلت لا اله الا الله، انا معاك لحد ما نشوف حل الحكاية دي. اهو ده العشام، انا استعوضت ربنا في حقي وعشم كبير يا شويش عبد موجود، تساعدنا لاقي الحرامي ده واجيب حقي منه. الحرامي ما كلناسه. انت واد مش هتبطل شغل الخيمه بتاعك ده ولا العسكري؟ طب اتكسف على دمك، هتطلع منه بايه؟ دنيا ولا اللي بنصرف عليه هتقلبه في اللي بياخده مني؟ هو اللي فيه ده بيبطله؟ ما هو طول عمره كده يلف على اللي ما يسواش ويلف على الخيبانين اللي زيه. وانت يا وليه يا وليه تقولي ده ابو العيلة معاه واحد معرفة على الله يطلع بشغل معاه؟ انت ده انتوا بس حاطين رجلكوا في المطرح، تجوانا نصيبة. قال يا قاعدين. ما خلاص يا بنت، انت وهي عاملين زي الكلب اللي جفش عظمه كده ليه؟ هو يعني كان حصل ايه؟ حصل ايه؟ هو اللي عمله ابنك ده شوية ينصب على الولا العسكري عايز يجيب لنا نصيبة؟ يعملنا حلاوة موسم اللي ما يشتري يتفرج وتقولي لي حصل ايه؟ يعني بقى هي دي المقابلة اللي بتقابلوها لاخوكم؟ يعني اللي انا عملته ده عملته عشان مين؟ عشان نفسي؟ عشانكم. انا قلت خاوي الجدع عشان اشوف هو عارف عنيكم ايه، عشان لما تحصل اي حاجة اكون انا رجالكم. رجلنا؟ شلا يا رجلنا من امتى يا ابو العيل؟ ما انا لو كنت سمعت كلام الناس وطخيتكم انتوا التنين ما كانتش واحده قدرت تجيم عينيها فيا. اتنيل لو انت ولا شايف حد قاعد بينا، مالك فزز علينا كده؟ اللي يشوف كده يقول راجل بصحيح. ما تفضوها سيره بقى، ابو العيله غلط ومش هيعمل كده تاني، مش كده يا ابو العيله؟ ايوه يما ايوه. ويعني هو كان يعني هياخد منه البيت الملك ولا الأبعادية؟ كله عشان المصلحة. تاني هتقولي المصلحة؟ أقول إيه؟ عليكي وعلى اللي جابتك يا ريا. وصلوا. قومي يا أختي حطي لهم ياكلوا. لو أنتوا ما كلتوش في الوابور؟ لا يا معدولة، ما كلناش في الوابور. ما كلناش من ساعة ما طلعنا من دارنا. ده إحنا بنتنشق على ريحة الزفر. أيوة سكينة. جعان أخوكي هبيان. حاجة من جوعي. همي بكي وهمي يضحك. قومي يا بنت، قومي يا بنت حط لهم ياكلوا قبل ما ياكلونا.